تفضل سيد نائب. تار في انتظار إخراج الخارطة الصحية سيد الوزير، أولا كنشكركم على الزيارة اللي درتو للدريوش، ولكن بالنسبة لنا كنعرفوا الدريوش مزيان، ما كان يحتاج للزيارة، لأنه أصلا كتعرفوا بأنه الدريوش بالنسبة للمستشفى ما عندوش ميزانية ديال التسيير، وما كيستخلصش الأتاوات لحقاش، ما عندوش لاكاس فين غيمشيو، والأطباء ما كاينينش، والممرضين ما كاينينش، والطبيبة انتقلت بدون إذن ديال السيد المدير وما تعوضاتش. إذن عوض أنه نديروا ذاك المسرحية أنه نمشيو نصوروا، كنا خاصنا أصلا نعينوا أطباء ونعينوا قبل ما نفتحوا المستشفى، ماشي عاد يلا دابا نمشيو نقلبوا البريز وخدام ولا ماشي خدام، لأنه أنتم كتعرفوا بأنه تفتح قبل الوقت ديالو وبدون ميزانية سيد الوزير. شكرا سيد نائب. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا سيد الوزير. السيد نائب المحترم، كنت نعيط لك جيت تمثل معايا انا في ذاك التمثيليه وتحضر معايا في الدريوش، واللي بغيت نقول لك ان المستشفى ديال الدريوش الا ما في خبرك شاي ان النهار اللي تحل تعطات له 140 ديال الموارد البشريه باش يخدم وفي جميع التجهيزات، واليوم يسير شوف المستندات اللي كاين لي ريجيس تشوف شحال ديال الاجراءات اللي قام بها من النهار اللي يتفتح. شكون اللي داروا هذاك الشيء؟ الاشباح، ما كاينش الموارد البشريه. دونك ولكن نتفق معك انه ناقصين بالنسبه للحاجيات ديال الساكنه. هذاك الشيء علاش ذاك الزياره كانت اولا لان توقيع اتفاقيه وكان واحد الدعم ب 100 ديال الموارد البشريه لجميع اختصاصات، ثانيا اننا درنا زياره تفقديه كيفاش هاد الناس كيعملوا، وعلاش الساكنه باش نفهم علاش الساكنه كتقول بان اقليم المستشفى ديال الدريوش مسدود وما فيهش بقى ساكت. كطلب ليا ديال الزياره دابا ومشيت للدريوش طلع الكرمه هبط، شكون قالها لك؟ اش كطلب مني؟ بقى نتفرج كان كندير مسرحيه. انتهى التوقيت السيد الوزير. اذا ننتقل للسؤال الموالي، وهو سؤال عن تعميم المراكز الاستشفائيه الجامعيه للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. حول تعميم المراكز الاستشفائيه الجامعيه نسائلكم السيد الوزير المحترم. شكرا. تفضلوا سيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم على هذا السؤال. وانتم كتعرفوا انه في الورش الملكي ديال الاصلاحي ديال هذه المنظومه الصحيه كيما جاء صاحب الجلاله الله ينصره في القانون الاطار 0622 واللي من الدعامات ديالو تاهيل العرض الصحي، واللي في تاهيل العرض الصحي كاين تعميم المراكز الاستشفائيه الجامعيه على اساس انه يكون عندنا مركز استشفائي جامعي في كل جهه. الحمد لله اليوم كنتوفروا على المراكز الاستشفائيه الجامعيه الا ثلاثه ديال الجهات، ومؤخرا الحكومه منكبه باش يمكن يتعمم. منين يجي الحمد لله صاحب الجلاله عطى الاذن ديالو باش يتعمموا. حنا الرشيديه مؤخرا كاين يعني الوعاء العقاري عرفناه. بالنسبه للقلميم ان المستشفى الجهوي اليوم يمكن له يتحول ويولي مستشفى جامعي، وبالنسبه للدخله اللي غتقوم به والقانون اللي دوزنا مؤخرا 23 ديال مؤسسه محمد السادس وهي اللي غتكفل بالمستشفى الجامعي ديال الدخله والذهب. اذا بغاكا غادي نصبحوا اننا عممنا جميع في الجهات المغربيه 12 مركز استشفائي جامعي لكل جهه، واللي غادي يساهم في تلبيه الحاجيات ديال الخارطه الصحيه الجهويه. شكرا. تفضلوا سيد النائب في اطار التعقيب. شكرا السيد الوزير المحترم على الجواب. كنقدروا الجهد ديال وزارتكم لتسريع تعميم المراكز الاستشفائيه الجامعيه وكليه الطب والصيدله بكل الجهات. وفي الحقيقه فان جهه درعتها فيلالت قد استبشرت خيرا بالزياره التي قام بها رئيس الحكومه والوفد الوزاري المرافق له لمدينه رشيديه، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقيه تشييد مستشفى جامعي جديد بالرشيديه بكلفة تقدر ب 2 مليار درهم، وكلية الطب والصيدلة بتكلفة تقدر ب 550 مليون درهم، وهي مشاريع تدخل في صلب تحقيق العدالة المجالية والإنصاف التي لا طالما طالبت به ساكنة هذه الجهة. ولأن المناسبة شرط السيد الوزير، فإن ساكنة إقليم رشيدية تتطلع لأن يخرج هذين المشروعين لحيز الوجود وفق الأجال المحددة وفي أحسن شروط الفن المعمول بها.
حتى نتمكن من تجاوز الخصص الكبير الذي يعرفه إقليم راشيدية وباقي أقاليم الجهة في القطاع الصحي بعد معاناة سنوات طويلة كان سكان الجهة ولا زالوا يضطرون فيها لقطع مئات الكيلومترات لجهة أخرى للاستفادة من حقهم الدستوري في العلاج. وكنطالبكم السيد الوزير الله يجازيكم بخير بتسريع هذا المشروع ديال المستشفى الجامعي في الرشيدية باش ما نعاودوش نطيحوا بحال المشكل ديال الأكادير المستشفى الجامعي أكادير لأن الكلية بدات كلية الطب. السيد النائب المحترم انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي؟ المعارضة